اي مرحبا، كيف حالكم؟ ان شاء الله تمام. اهلا وسهلا فيكم في قناتنا سوبر لينكس. معكم كاتيا طبعا. بهذا الفيديو راح ندلكم كيف نشغل برنامج من نظام لينكس وينعرض على نظام ماك. فهمت شو الفكرة؟ هاي بسموها اكس 11 فوروردينج. هاي بتمشي بس مع البرامج اللي هي نفسها بتشتغل على لينكس، اوكي، او على سولاريس او فري بي اس دي، على نظمة المفتوحة المصدر بشكل عام. برامج اللي هي اصلا ماك اصلية يعني، اوكي، او على طريقة ماك ما رح تقدر تعرضها بهالطريقة، اوكي. يعني لو عندك حتى انت عند ماك فيك تشغل برنامج اكس اورج، لانه الماك تنسوش هو نوع من انظمة الانظمة الشبيهة ليونكس، مثل ما لينكس كمان نظام شبيه ليونكس. عنده بروتوكول اكس 11 ممكن يشغله، اوكي. وهي بننزل هون تحت الاكس 11، شايفين كيف؟ اللي هو الاكس سيرفر، نفس اللي بنستعمله في لينكس. فعشان نقدر نشغل برامج مثلا الاكس ايز مثلا، اوكي، اكس ايز تمام، مثل هاي الاكس ايز اذا بتعرفوها اكيد، تمام، او برامج الكي دي اي مثل جيمب مثلا. هلا اذا كبست هون تمام، نفتح القائمة جيمب، تمام، اللي هو لتحرير الصور، تمام. هلا من الاخر نقول، هلا طبعا من لينكس فينا نفوت على الكمبيوتر ماك، وفي عنده برنامج اصلا بيبني على طريقة الاكس 11، فينا نخليه ينعرض على اللينكس بس هذا البرنامج، مش كل الشاشة يعني، بس هذا البرنامج. وبقدر بنفس الوقت اعدل على الملفات الموجودة على السيرفر اللي شغلنا منه البرنامج، اوكي. الكمبيوتر البعيد يعني، يعني عم فوت من كمبيوتر على كمبيوتر بعيد. الكمبيوتر البعيد بيكون في عليه البرنامج اللي بدنا نشغله ونعرضه عندي على الكمبيوتر تبعي القريب، اوكي. طيب هلا اذا بنجي، اولا انا راح اعيد العمليه هاي كلها واشيل التيرمينال عشان تفهم تستوعب القصه اكثر. هلا بس اجي افتح من التيرمينال انا، تمام. انت عاده تفتح التيرمينال زي ما كتبنا من شوي اكس ايز، وفتح البرنامج وين؟ على كمبيوتر الماك هون، تمام. هلا لا، احنا بدناش، بدنا الاكس ايز، اوكي، اجيبها من كمبيوتر اللينكس، اوكي، لانه لينكس عنده نازل الاكس ايز. بس وين بدي اعرضها؟ عندي، اوكي. حتى اذا بدي بجيب مثلا ليبر اوفيس مثلا، او الجمبل على اللينكس، بدي اقعد افتحه واشغله. برامج الكي دي اي كمان نفس الحكي، بس عندي مشكله هون البطء اللي بتعمل الكي دي اي. ف على كل الحل بنحل بالكمبريشن بروتوكولز، او الاشياء اللي بتتعلق في الضغط، اوكي، خوارزميات الضغط، اوكي، عشان تسرع الاتصال. طبعا هو بيعتمد على كرتك الشاشة، كرتك الشبكة يعني، طبعا اوكي، هذا كتير مهم، كرت الشبكة كتير بيلعب دور هون. طيب احنا هسه نختار برامج صغيرة مشان نقدر نعرضها بسرعة، اوكي، تاخد شوية منها كتير حتى تنعرض على الشاشة. طبعا هون الشل مثل ما ملاحظين زي شل مش باش، لأن الماك بالافتراضي عنده زد شل هو الافتراضي، مع انه فيك تنزل باش مش انه لا، بس احنا نازلين هلا زد شل هون بنشتغل عليه. طيب هلا اذا انا بدي ادخل على كمبيوتر بعيد، طبعا لازم يكون اس اس اتش سيرفر شغال، واشغل اوامر عليه عن بعد، بدي اشغل اس اس اتش سيرفر. طبعا لا، نعمل هذا الشيء على جهاز اللينكس وننزل ال شو اسمه، ننزل اس اس اتش. هلا هو نازل، بس انا حاعطيكم الاوامر تعملوها عشان تنزل اس اس اتش بعد ما ندخل، اوكي. فلحتى ندخل بالأول، أول شيء نكتب SSH. هذا على الماك الـ SSH بيكون نازل، فما حدا يسأل عنه، أوكي، موجود الـ SSH، أوكي. بس أنا راح أدلكم كيف في ماك بيكون نازل، في لينكس كيف بيكون نازل، أوكي، عشان تجربوا على الجهتين من ماك ولينكس، شو تفهموا بشكل أوسع. فهي نفوت على الحساب تبع لينكس على المكنة الثانية، اوكي، او نظام لينكس الاخر. ك
تمام، تعرف اي بي تو للجهاز يعني بالاول، لسه تعرف كيف تجيب اي بي تو للجهاز. اوكي فوت كلمه السر. هلا عشان بدنا نركب برامج في قلب مكنه اللينكس، نعمل su ناقص، نكتب كلمه سر المدير العام تبع لينكس الروت. اوكي ونعمل apt install او apt update. اوكي لك بس انت لازم موصول بالنت، لازم محضر كل قصص الاب جت. اوكي بعدين بعدين انستول، بدنا نركب حزمه اول شيء الاكس اوث، هذه لازم. وبعدين بدك تركب كمان اوبن اس اس اتش، خلينا نشوف شو هون كان، اذا في حزمه اس اس اتش هون. ايه بس ركب حزمه الاس اس اتش بكفي. اوكي اس اس اتش، لما في وحده بتنزلها بتنزل كل شيء علاقه بالاس اس اتش. اوكي ايه خلص نزل الاس اس اتش هاي. اوكي بينزل كل شيء ماشي. فبينزل العميل وبينزل السيرفر. اوكي طيب هلا بعد هيك بدنا نشوف نعمل اعدادات للاس اس اتش سيرفر. اوكي فاذا بيكو سلاش اي تي سي. اوكي هاي راح اكبر الفونت. تمام اس اس اتش سلاش اس اس اتش، اول شيء نظبط العميل على السيرفر. اوكي كونفيج. اوكي بروح بنزل بدور وين في هدول كل شيء عن اكس 11. اوكي بالبيكو فيك تكتب الكنترول دبليو مشان تعمل بحث، فبدي شيء عن الاكس 11 بس انتر، بتجي الاشاره دغري. اوكي هلا لاحظ هون بيكون عندك كل شيء له علامه هاشتاج هون بالاول او الباوند ساين، في ناس يسموها كمان، لانه في الكيبورد الانجليزي بتكون محلها علامه الباوند، يعني عملة العملة الإنجليزية الباوند، الجنيه الإنجليزي. طيب محل هاشتاج، الكيبورد الأمريكي بتجي هاش. أوكي طيب هلا بهون بدنا نعمل شو؟ بدنا نشيل نمحي هذه نعملها، يعني مش هاي بالذات اللي عم تجيك إياها. هيك بدي أقول لك أنا، هاي أصلا بدها تكون هيك، تكون هيك وتكون هيك ماشي. أنت بدك تشيلهم هون عشان يصير القاد يتفعلوا هذول الخيارات. وكمان هون اذا مكتوب نو حط يس، والثاني كمان اذا مكتوب نو حط يس. تمام بطلع عم شاور لك هون. تمام وبعمل كنترول اكس وبطلع بكبس يس وبكبس انتر ماشي. نفتح نرد كمان مره ثانيه بيكو للاس اس اتش دي. تمام بدور كمان نفس الشيء بالكنترول دبليو على وين في اكس 11. فهدول نفس الحركه بيكون معمول عليهم هاشتاج باولهم، انت بتفتحهم هول ثلاث سطور تبع الاكس 11 معلم عليهم هون. هذا اول واحد اكس فوروردنج يس، بعدين هون اكس 11 ديسبلاي اوفست خليها زي ما هي 10. هاي الاوفست يعني انت اللي صاير السيرفر لما بيفتح اول فتحه الشاشة الحقيقية الهاردوير نفسها تاخذ رقم صفر. تمام تاخذ ديسبلاي رقم الديسبلاي، رقم في متغير اسمه ديسبلاي بالأحرف كبيرة. اوكي يعني بيكون تكتبها هيك، بيكون هو المتغير اسمه بيكون اسمه هيك. تمام وطالما هو متغير شلف عشان تطبعه تكتب اكو على الطرفية، مش هون عفوا على الطرفية العادية. اوكي مش بقلب الملف، انت عم تنفذ الاوامر طبعا، تكتب اكو دولار ديسبلاي، فبيكتب لك شو الديسبلاي الحالية. تمام وانه وين بده يعرض شو اسمه، اذا فتحت انت على الطرفية، على الطرفية داخل حساب انت دخلت اصلا فيه واجهة رسومية على الجهاز الحقيقي، جهاز لينكس البعيد هلا بالنسبه لنا، يعني احنا هون على ماك عم نحكي مع لينكس،
رح تلاحظ انه الشاشه حتعرض لك رقم ديسبلاي نقطتين هيك حتعطيك اياه، تعطيك هيك العنوان تمام، يعطيك اياه هيك وصفر تمام ماشي هيك بالضبط، هاي القيمه اللي بين علامات الاقتباس. بس لما نحن نتصل ان شاء الله حيعطيني كل ما واحد بيتصل بيعطيك 10 اوكي ورقم كمبيوتر اوكي او اسم الكمبيوتر بتشوف، فمرة 10 20 كل ما حدا بيتصل بيعطي رقم زيادة 10 20 30 40، لأنه عم تعمل انت أوفست بين الوحدة والتانية بين رقم الرقم تبع الديسبلاي بيكون فيه شو اسمه بيكون الفرق بيناتهم 10 أرقام أوكي. فنشي أول أحسن نفكر إحنا بعدين لاحقا إنه في شيء مهم شيء إعداد من هون. طيب هلا بنروح بنعمل إحنا كنترول إكس كمان، تنساش تحط هاي لوكال هوست نو أوكي، يوز لوكال هوست نو أوكي عشان إنه يجبر الاتصال إنه ينفتح للكل. هلا بتحط يس حرف الواي وبتكبس انتر على اسم الملف وبنحفظ اوكي. هلا طبعا اذا من الاصل داخل انت يعني على اي حال على اي حال بدي اقول لك اياه انه لما بتدخل انت على الاس اس اس سيرفر على الاتصال بالاس اس اس بالجهاز البعيد اوكي وغيرت بالاعدادات واي اعدادات لاي سيرفس ثاني مش بس الاس اس اس كان بالسيرفس اوكي باللينكس هاي تمام، لانه ما كنت استعمل غير امر اوكي سيرفس اس اس اتش ريلود ماشي هيك بياخذ الاعدادات الجديده ماشي. هلا بس لسه لحد هلا ما فينا نعمل اتصال مباشر اوكي، ليش؟ لانه ما اعطيناش خيار الاتصال انه يبعث لي برنامج لعندي من كمبيوتر لينكس. هو هاي الفكره انك تبعت واجهة البرنامج تبعك اللي مشغل في لينكس بدل ما ينعرض على الشاشة تبعيت المكنة اللينكس بنعرض على مكنتك الثانية اللي انت شغلت منها البرنامج. بنعمل هلا لوج اوت مرة ثانية ونطلع هلا لوج اوت هون من حساب الروت، تنساش داخل جهاز لينكس بس بعد ما طلعنا من لينكس هلا نطلع من لينكس مرة ثانية كنترول دي كنترول دي. طيب هلا شو راح نعمل؟ نجي من هون وبنحط من زيد خيار التالي ناقص اكس واي هيك تمام، حطوها هيك. في ناس بيقولوا لكم حطوا اكس، في ناس بيقولوا لكم حطوا واي، انت حطهم اثنين وما عليك، واكثر من هيك حط مع كومبريشن عشان يسرع التحميل اوكي. وبنفتح الاتصال تاك 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 منفوت هلا ماشي. هلا راح نفرجيكم هلا انه بي اي دي اوف اكس اورج شغال، يعني الاكس سيرفر فعلا عم بيعرض على شاشة اوكي. هلا هون حاليا اذا بنعمل ايكو دولار ديسبلاي هذا شايف كيف اعطاني العشرة، شفت العشرة اللي حطيناها بالاول، واعطيني رقم الكمبيوتر اسم الكمبيوتر الاي بي تبعته تمام. يعني اذا عملت بينج هي ما هو اسم الكمبيوتر هون دبيان تمام، هذا شو. طيب هلا بدنا نفتح البرنامج تبعنا ماشي على لينكس. هلا راح اجرب معكم برنامج جافا انا عامله، مش حدا انا عامله اوكي، مش انه برامج بتعرفوا بنجرب كيف يعني، اذا نجحت مش مشكله، بس احنا كمان برنامج جافا بدنا نعرضه عنا اوكي على الماك، هو مفروض يشتغل على لينكس تمام. هلا هيك بصير البرامج بتستهلك رامات شو كبرنامج بيستهلك رامات وبروسيسور تبع لينكس وبتعالج كل شيء عن طريق لينكس، بس الشاشه عم تنعرض وين او البرنامج نفسه بس برنامج واحد، يعني انت مش حتعرض كل الشاشه. هذا بخلاف بروتوكول في ان سي، بروتوكول في ان سي بيصور لك الشاشه وبيبعث لك اياها زي ما هي، شو ما في برامج سطح المكتب كله بالكامل بيصور لك اياها تمام. هلا فاللي بنعمله انه بدي اشغل مثلا هلا الاكس ايز، او خلينا نبلش بالاكس ايز بالاول شيء، اي اكس ايز
بس لاحظ وين انا على اي طرفيه عم بشتغل، على طرفيه اللينكس مش على ويندوز. يعني اذا كمان عشان تكون اكيد، ها يو نيم انس اي اوكي، هي الديبيان لينكس ماشي، حتى لو اسمه هون ديبيان للمكان، بس السيستم فعلا عليه ديبيان، ها تمام، واحنا داخلين على لينكس ماشي. بس الطرفية الحقيقية والواجهة هون لازم تأكد على الموضوع عشان تحسه كأن هون ماك، أنا على ماك برا، هون الواجهة كله ماك تمام تمام، ها أكتر هيدا ماك تمام. طيب راح نشغل X eyes وين من طرفية X eyes، زي ما علمنا شوية X eyes أوكي. ايوه تمام، وحتى اكثر من هيك ماشي. رح نشغل برنامج ليبرو اوكي، ليبرو اوفيس ليبرو برنامج تقيل اوكي. بصود فرجيكم انه نحن عم نفتحه ومن وين، وين هن الهوم دايركتوري تبعتي. مشكله اثنيناتهم انا بحط لهم هلا بالنسبه لكم كانوا تضيعوا، لانه على الحساب اوراكل هون وعلى حساب الماك كمان اوراكل اوكي، هيك اسم المستخدم على جهته. بس لاحظوا كيف عم تاخذ وقت حتى ليقلع، طبعا ليبرو كبير بس عم مش بالسرعه اللي انت متعود عليها حتى ليفتح البرنامج محليا اوكي. اوكي مستنى شايفين كيف عم تاخذ وقت لحتى تقلع، وهاي احد الملفات. طيب هذا الملف شوفوا وين صاير، صاير شفت المسار وينه سلاش هوم سلاش اوراكل. لو بماك لما بدي افتح، لو بماك اوكي بدي افتح بالماك مثلا، افتح طرفية جديدة نيو تاب مثلا، شايفين المستخدم بيفتح دغري اوتوماتيكيا على سلاش يوزرز سلاش اوراكل، مش على يعني مش على سلاش هوم سلاش اوراكل اوكي. افتح هيك من جديد، تكبس على اكس ويندوز هون. طبعا لازم يكون الاكس اورج نازل يعني عندك على جهازك الماك، يعني ولا كيف بده يكون عندك عميل للاكس اورج؟ عرفت شو؟ فهذه هي. وطبعا انا المفروض كنت قلت لكم يعني هلا لما بفتح الفايل هون اوبن فايل اوكي، شايفين كيف بتطول شوي لحتى يعرض الاشياء على الجهاز الثاني تمام، وهذا سطح مكتب لينكس يعني تمام كاس. طيب هلا احنا عشان ما قلنا لكش نسينا نقولها كثير مهمه هاي من الاول، بده يكون نازل عندك الماك بورت حتى تقدر تعمل هذا الحكي اوكي. بتنزل بالماك بورت، بتعمل بعد بتنزل الماك بورت بتقول له بورت، بتفوت اول شيء سودو بورت انستول اكس اورج، بس تكبس هيك وتكبس انتر مش رح شغلها خلص ما اعرف، بس تكبس نزل على الحزمه بنزل كل شيء على الاكس ويندوز اوكي، وبتلاقي عندك تطبيق مخصوص للاكس ويندوز هون تمام اوكي. فهلا هيك نحن شغلنا برنامج شغال على لينكس اوكي. يعني خلينا مثلا نعمل هيك اكس ماي ايز. طيب هاي هون شغلنا. طيب هلا هو هيك، هلا كمان اكثر عشان البرهان بي اي دي اوف اكس ايز اعطاني رام ماشي. هون هون داخلين باللينكس، هون بماك عشان اتاكد اكثر اوكي.
PID off. طبعا PID off مش من ما بتنزل لحالة، بدك مثل ما عملنا بالX org يعني بدك تجيبها port install كده sudo port install. مش مهم لو ما حطت المؤنث VV يعني بيحكي لك كلام أكتر. أوكي بتنزلها بتجيبها. أوكي طيب عشان تعرف الرام البروسس، فإذا عملنا PID of تبع XIs أعطيك فراغ مع طول رام. تمام فإذا إحنا عم نشغله من كمبيوتر لينكس، بس وين عم نعرض عندي؟ هون على الماك. فهمت شو؟ وهذا العلم بالنسبة لي هاي بتعتبر زي السحر. أوكي حتى سحر لحاله. تمام طيب شايفين كيف عمل اكزيت، وهي اعطاني انه لانه عملنا له علامة امبرزان صار بيشتغل مفصول عن طرفية. اوكي صار انا فيها شغل كذا تطبيق بهالطريقة يعني. اوكي ماشي. طيب احنا بدنا نجرب شيء للجافا. اتذكر كنا عاملين شيء بالجافا، شفنا شيء حزمة يعني ضروري هاي عشان تتأكد انه كمان جافا بينطبع عليه هذا الكلام. ستوكس جافا اب اي شيء. ستوكس دوت جار. طيب انا اشغل هذا البرنامج، في فايل ما في فايل ان شاء الله يشتغل معي شو بعرفني. شو راح يقول لي؟ أكيد لأنه اتصال بالنت. مش هون. أوكي. طيب بدنا شي برنامج بالجافا، شي حزمة جافا. بس انا يقينا بقولكم ايه لازم تبدأ تشغل برامج جافا. اوكي لازم. اوكي شوف شو في ممكن نظبطه مع الموضوع، نزله على اللينكس من لا هون افتكرنا شي تاني.
هذا فيه شيء واجهة رسومية. اوكي هون عم استعمل امر للتحميل، هذا اسمه اكسل للي ما بيعرف. اوكي والان ناقص والان 10، انه بيفتح 10 اتصالات على السيرفر. طيب خلص تحميل بكير. طيب حتى نجرب جافا minus jar skeleton. شو رأيكم؟ هيا أنا شغلنا برنامج جافا وين؟ عرفت كيف؟ فهيدي لحالها شغلة. تمام، هيدي إذا انعملت تخليك تعمل يعني أشياء روعة وتحكم على كيفك وتنزل البرامج اللي بدك إياها على كيفك. عرفت شو اللي بدهم؟ برامج قواعد بيانات كمان، بتقدر تعمل برنامج قواعد بيانات يكون بيشتغل بس مجرد الولوج اللي عنده حساب. أوكي هاي الطريقة من الطرق، وبتستعمل جافا بنفس الوقت. اوكي ماشي، وهذا كل شيء. اوكي بس حتى هون طبعا الاوبن لما تفتح المجلدات اكيد حتلاقي فتح المجلدات حيكون محلي، يعني مثل ما شفنا بالليبرو هي بعرضنا الاشياء على السيرفر. اوكي مثل من شوي. اوكي وهذا كل شيء. ماشي والسلام، نراكم.